السيدات والسادة، مساء الخير. للشهر الثاني على التوالي ما زالت جراح غزة مفتوحة، وما زال أهلها يبحثون عن أطفالهم تحت الأنقاض. ووسط المشاهد المؤلمة للمأساة التي يعيشها يوميا المدنيون في الأراضي المحتلة، يتردد السؤال: هل ما يجري الآن هو مجرد مواجهة جديدة في حرب بين طرفين؟ هل قضية فلسطين هي مشكلة لاجئين يبحثون عن مأوى أو مأساة إنسانية لسكان ينتظرون المساعدات؟ أم أنها في الأساس قضية شعب يكافح من أجل استعادة أرضه المغتصبة؟ المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان طالما رفض منذ نكبة فلسطين عام 48 كافة مظاهر الاحتلال والقمع واغتصاب الأرض وبناء المستوطنات وطرد وقتل المدنيين، ومع ذلك واصلت سلطة الاحتلال تحديها للشرعية الدولية وارتكاب كل أشكال الجرائم ضد الإنسانية. في حديثنا اليوم نستضيف حقوقي بارز ومحامي دولي يعمل في المجال الإنساني لسنوات طويلة. نسأله عن موقف القوانين الإنسانية والشرائع الدولية مما يحدث في فلسطين. نسأل عن مفاهيم الفصل العنصري والإبادة الجماعية والممارسات التي يعتبرها القانون جرائم حرب، عن التهجير القسري، عن موقف القانون الدولي من عمليات القصف العشوائي للأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات وقتل الصحفيين أثناء عملهم. نسأل عن الدور القانوني والإنساني لمنظمات حقوق الإنسان تجاه ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة، عن مدى قدرة المجتمع الدولي على وضع حد للانتهاكات، هل يمكن محاكمة المسؤولين عن جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ هل يمكن للقانون الدولي معاقبة إسرائيل؟ مزيد من التساؤلات ومحاولة جديدة للإجابة في حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم.